فلافيو ضربة حرة من مكان أفضل من ركلة ركنية طبعا لصالح النادي الأهلي، لعبت على طول عرضية، جول 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 جول، هو 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 قلب الأسد، هو البت من جانب معتصم سالم، ويعني دار عليها همسات كثيرة في المدرجات، وادي فرصة وجول، فرصة وجول، وائل جمعة، وائل جمعة في هذه اللحظات هو منقذ النادي الأهلي، هو هداف في هذه اللحظة، ويعلن عن هدف الثلاث نقاط، هدف الفوز للنادي الأهلي.